كثفت وزارة الصحة حملاتها لمكافحة البعوض في جميع مناطق مملكة البحرين، وذلك حفاظا على صحة المجتمع من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية لمنع انتشار البعوض. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العوضي، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتور، ما الدور الذي قامت به وزارة الصحة لمكافحة انتشار البعوض، وخصوصا مع احتمال تكاثر البعوض نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مملكة البحرين؟ السلام عليكم، المسي عليكم كل خير. أول شيء طبعا نشكر الجهود اللي قامت بها وزارة الأشغال والبلديات والبيئة وكافة الجهات الحكومية الثانية في هذه الفترة، في فترة صدور الأمطار، وحين يدور طبعا الدور اللي عقب نفس ما يقول الأثر، ما يعني ممكن يكون في تكاثر البعوض مثل ما ذكرتي بسبب هطول الأمطار، ممكن يملأ بعض الأماكن والبؤر المتعارف بها، فضروري يدورنا إحنا والدور مع القطاع، الشراكة مع القطاعات المختلفة في منع هذه البؤر ومكافحتها هذه البؤر والتخلص منها، سواء كانت المناطق العامة أو حتى في المناطق السكنية. نعم دكتور محمد، وماذا عن المواسم التي يكثر فيها انتشار البعوض، وما هي العوامل البيئية والمناخية التي تؤثر في ذلك؟ طبعا البعوض هو متواجد على مدار السنة، ولكن في الجو لما يكون معتدل غير حار طبعا، ولا غير ما يكون وايد بارد ولا يكون وايد حار، ويكون رطب وممكن حتى في هطول أمطار مثل ما صار الفترة الأخيرة، هذه الفترة يزيد من تكاثر البعوض واليرقات، خصوصا في الأماكن المياه الراكدة، الأماكن اللي يتجمع فيها الأمطار مثل ما احنا نشوف حوالينا حاليا في كافة أرجاء المملكة، ممكن يكون حتى في المناطق السكنية، يعني مثلا في المناطق السكنية ممكن في سطل ماء مثلا مو مغطى، ولا في إطار سيارة، ولا نافورة مثلا صناعية، أو حتى في برك السباحة، وفي المناطق العامة أيضا ممكن يكون هذه موجود فيه. فبالشراكة احنا مع القطاع الخاص ومع القطاع الأهلي وشراكة مع قطاعات حكومية ثانية، كلنا يد بيد إن شاء الله نقدر احنا نكافح هذه البعوض. نعم الدكتور محمد العوضي، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.